رجعنالكم من جديد في زون ميكست في حوارنا مع رشيد الزمرلي عضو القائمة يوسف العلم اللي قدمت اليوم ترشحها لانتخابات النادي الافريقي القائمة الوحيدة لحد الآن. نعرف ان الاثنين باش يكون اخر اجل تقديم القائمات هذه. الى حد الآن القائمة الوحيدة نحكي معاه على اهم الاهداف نتاع القائمة هذه. عاود نرحب بك من جديد رشيد. مرحبا اونكور فوا ميرسي. برشا تفاعلات يجيونا حتى على صفحتنا رشيد بخصوص الملاعبية الجزائرية اللي هربوا مثلا للنجم الساحلي والا لفرق اخرى. من اهم الملفات السخونه معناها اللي باش تجي للهيئه باش تقلد باش تاخذ مقاليد النادي بعد 21 فيفري اللي هو ملف نتاع اللاعبين الجزائريين اللي الى حد اللحظه لم يتم تاهيلهم. اول شيء معناتها كما تعرفوا البارحه لا فيدراسيون توليزيان دو فوتبول جامعه توسيع كره القدم الى بلوكي لو ترانسفير معناتها نتاعهم هما من النادي الافريقي الى فرق اخرى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية باش تكون عندك ريسك كبير برشا نتاع كونه هما باش يشكيو زاد على مستحقاتهم خاطر هما في الأخر ما هم إلا لاعبي كرة قدم ويحبوا يلعبوا دونك الوضعية نتاعهم نجم عباد تفهمها هما صبروا برشا قعدوا يدربوا عندهم اسم زاد في البطولة الجزائرية هذا معروف. يقول لك أنا اليوم صبرت لمدة 8 شهور ما فماش علاش إذا كان ما فماش رفع منع الانتداب ما تحرمنيش نمشي لبلاصة أخرى فكله منطقي لكن من شيرة أخرى الدوري الأفريقي عنده حق اللي هو كونه ما ينجمش فريق اخر وقتها ياخذ السلاح نتاعه يحاربك به بطرق غير قانونيه هذا نمره واحد. نمره اثنين بو اذا كان ما اهلتوش باش يكون ثم ريسك كبير برشا نتاع 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 خطايا جديده منجره عن عدم تاهيلهم. ثم باش يكون ثم معناتها استراتيجي دو ترافاي على الدوسي هذايا تخص معناتها نيغوسياسيون معاهم ومع الانديه نتاعهم بور ليميتي لي ديغا اللي يقول لك اللي هو اليوم اذا كان لا قدر الله ما صارش رفع منع الانتداب اللي هو اخر ايموراجي باش تكون نتاع النزاعات في الوطن الافريقي خاطر اليوم الهدف رقم واحد اللي هو تسكير سامحوني في الكلمه الفانا نتاع النزاعات. الهدف رقم واحد لازمك تخلص الفيفا وما تخلقش ديون اخرى. حاولتوش تتواصلوا معاه؟ في الهيئه التسييريه حاليا قاعدين يتواصلوا معهم الكل مع الزوز اللي في تونس خاطر فهمش كون مشى للجزائر زاد الزوز اللي في تونس بطبيعه الحال حاليا وبالنسبه اللي مشاو للجزائر ما عنديش فكره النعيجي في الوقت الحالي ما عنديش فكره لكن المعلومه المؤكده اللي عندي للهيئه التسييريه اليوم قاعده تتواصل معاهم كما قلت لك ماهوش باش تعطيهم معناتها تطمينات ولا اماني لكن بور سيدو ليميتي لي ديغا اي غاني دو تون بارابور للامكانيه نتاع رفع منع الانتداب كل فوا فهمت. شوف اليوم الوضعيه نتاع الكلوب الفو ريزوني راهو عندك تخوا زاكس راهو قاعدين معناتها اليوم النادي الافريقي اي مواطن في النادي الافريقي لازم يخمم بطريقه هذيا. عندك النزاعات عندك التسيير اليومي اللي هو مهم معناتها مش تسكر النزاعات وما تلهاش بالتسيير اليومي نتاع النادي وعندك المهم زاد اعاده الهيكله دو موا تشاف الريزولتا الصغار يتشافوا في القريب العاجل في الاسابيع القادمه مع تشوفوا شويه تنظيم الناس لونتوراج يوضح نتاع فروع نتاع فرع كره القدم ولا غيره تكون ثم انفيزيبيليتي يكون ثم حضور في التمارين حضور في الحديقه الخدمه تكون في الحديقه هذا اي سورتو شفافيه في الارقام من الحاجات من هذه المؤكده واليقين الحاجات اموال نجم نوعد بها هذا اللي عندي انا معناها لكونه تكون ثم شفافيه كل سوا في النزاعات ما تم خلاصه وخاصه في المداخيل الفلوس اللي باش تدخل ولا اللي دخلت. قال هذا هو في المنطقه رشيد وقال ان القائمه نتاعكم ورئيسها خاصه يوسف العلمي مدعو من رئيس الجامعه وديع الجري هو اللي حثه خاصه على ترشح. والله قال لك انا واحد من الناس مثلا من اصدقائه معناتها سي يوسف العلمي من الناس اللي قلت له ترشح على ابري ما نعرفش سي وديع الجري قال ولا لا ما عرفتش هو لكن انا ما عنديش المعلومه هذه. معناتها ما كنتش مدعومين من حتى النادي الافريقي معناها مدعوم شوف مثلا بطبيعه شوف بطبيعه الحال ما نعرفش معناتها نجم يكون ثم معناتها انسان يقول معناتها يعطي كما نقولوا نوت باهيه في عباد يقول هذوما راهم باهيين ولا ينجموا يعاونوا كذا فقط ما نظنش اللي ثم دعم دون لو سونس اللي عبد معناتها يستعمل في وسائل باش قايمه تنجح على حساب اخرى ما نظنش اللي هذا موجود. خاصه اللي نعرفوا الانتخابات هذه بتشرف عليها الجامعه معناتها بتشرف عليها الجامعه مكر انا خاك لا بطل ما كانش اختيار بحكم اللي اليوم عندنا فراغ قانوني واعطيتني فرصه باش نربط مع نقطه مهمه جدا فراغ اللي هو اليوم النادي الافريقي ما عندوش هيئه مستقله بتاعه الانتخابات اللي هي سيت اون ريزولتانت من اسامبلي جينيرال لازم المنخرطين هما اللي ينتخبوا لجنه مستقله للانتخابات وكما تعرفوا في 2018 اخر لجنه مستقله للانتخابات استقالت ومن وقتها النادي الافريقي ما نظمش حتى جلسه عامه فهذاك هو الفراغ اللي تخلق ربط لي بحاجه اليوم عندنا اون اوبليغاسيون قانونيه
تنظيم جلسة عامة تقييمية باش العباد تشوف التقارير المالية والأدبية، هذا رقم واحد. ورقم اثنين الانتخاب الهياكل الناقصة في النادي الإفريقي والدعوة، ذاك المنخرطين بيان سور يراو في ذاك يراو معناتها نيسيسيتي في ذاك، ونتخيل هذاك هو اللي باش يصير. الدعوة لجلسة عامة خارق العادة لتنقيح القانون الأساسي اللي هو أوتور دو القانون الاساسي تاع النادي الافريقي، تنجم برشا امور نتاع هيكله ونتاع نظام ونتاع نتاع نتاع عدم تكرار هفوات مثلا سابقه ما تعاودش تتعاود. لكن هذا الكل مربوط بشويه وقت ان شاء الله في الاشهر القادمه، معناتها في اول فرصه، معناتها كوسوسوا معناتها البروتوكول سانيتير يسمح بشيء ذاك، لكن النيه وذا بالقانون ماهوش اختيار وما جابش يكون في برنامج ولا في وعد، هذا قانون مفروض عليك اللي كونك تعمل جلسه عامه تقييميه ثم تعمل جلسه عامه خارق العاده تقييم القانون الاساسي. ولا يوسف العلمي كان في مكتب الرابطة استقال، كان عنده طموحات اخرى تبدلت معناها الله يسلو هو المنظر خاطر كنت تمثل القائمة لا ما شوف انا اليوم شوف ما نظنش من نوع اللي عنده طموحات معناتها اخرى، ما نعرفش كيما زعما شنوما كيما شنوما الطموحات طموحات مثلا باش رئاسة الرابطة رئاسة الجامعة عضو جامعي كتب عنده طموحات من نوع هذا وبعد تبدلت ولا شنو رايك انت؟ حكيت معاه في النقطة هذه ولا وضعية الكلوب للأمانة انه يرجع للكلوب؟ هي وضعية الكلوب حتمت رقم واحد، رقم اثنين انا في عضو معناتها احسن معناتها مع ثم طموح اقوى من النادي الافريقي ما نظنش. خاطر ما كانش في مخه نتصور حتى في الفترة قريبة ما تعديت ما كانش في والله شوف ذوبا لي كونديداتور من عكاية سي فري تكون واحد عنده حاجات في مخه معناتها تقول له في بعض الأحيان قدم تو فونس كذا وكل، لكن ديما راهو الظرفية راهو الأسابيع الأخرى هي اللي تكون ديترمينونت، راهو فهمت إذا كان ثم انكوراجمون ثم الناس تعطي فيك ثقة وكل باش تكون موجود ينجم واحد يسو موتيف ويمشي. اما باش تقول لي كانت عنده طموحات اخرى اول شيء تساله هو، لكن انا نتخيل كي وذول لي حتى يقين شوي ما ثماش معناتها بقى اقوى من نتخيل من رئاسه حاجه تحبها معناتها كمان الافريقي. انت كيف صار الاتصال بيك من؟ احنا ديما متواصلين ما ثماش جات فتره تتوترت شويه العلاقه بيناتهم احنا اصدقاء في الفتره اللي خرجوا هما من الكلوب هو منتصر وقعدت انت تخدم على سليم ريحي وقت شوف اسمع بيت تعرف راهو قول لي اللي صار ولا ما عرفش بعد فسر انا مش نقول لك شنو اللي صار شنو اللي ما صارش. شوف راهو كافه العباد اللي في القائمه موجوده اليوم راهي تعرف بعضها مش من خمسه وسته وسبعه نحكي لك لو من 20 سنه راهو العباد تعرف بعضها يصيروا دي ديفيرونس تو في نورمال، نجموا ياخذ في خاطره من حاجه ولا ياخذ في خاطره في حاجه وغيرنا ياخذ في خاطره من حاجه اخرى عادي، لكن لو ريزولتا لا عندنا لا ميم فيزيون دي شوز نجم نختلفوا في حاجات نتاع خدمه، اما لو فون مستحيل نختلفوا فيه مستحيل مع تلفون نختلفوا فيه، تنجم انت تقول لي نمشيو على اليمين ونقول لك لا نمشيو الطول، اما الهدف نتاعنا الزوز نيه نتاع الزوز نخلطوا فيش اختلفتوا وقتها والله ما كانش ثم اختلاف في حد ذاته وقتها هو لظروف ما معناتها غادر وقتها البوست نتاعه وانا وقتها كملت، لكن قعدنا اصحاب اعتبروها خيانه منك وقتها لا خاطر الناس الكل كانت تربتك انت يوسف العلمي منتصر وحيش لا الفريق هذايا ديما مربوط ببعض لا لم تكن لا 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 عمرها ما حتى حد من دي موا لا منتصر لا يوسف اعتبروها معناتها خيانه ولا انا في بقعتهم نعتبرها خيانه، كانت ثم الظرف هذاك هما الزوز لظروف معينه معناتها الزوز وقتها خرجوا من الافريقي ويعاودوا يرجعوا داير لابروفوني معناها التجارب السابقه والوقت الحالي، وانا كيف معناها معناتها كيف زاد من بعد في الهيئه التسييريه، يعني ما كنتش موجود في الهيئه التسييريه ولا ما كنتش موجود في القائمه مثلا اللي تقدم بها مروان حموديه في الصيف، لكن كنت قريب وديما معاهم وكذا، ما ثماش حتى ما ثماش اختلافات من نوع هذايا ولا بمنطقه تاع او كونترير معناتها الوان دو شويه هكا خذوا في خاطرهم منك ما تقوليش لازك مش معناها خذوا في خاطرهم وليد شوف رانا اصحاب معناها الاصحاب معناتها عادي متفاهمين فيها معناتها عادي معناها باش يصيروا دي مالونتوندو معناها معناتها لي مالونتوندو راهو وقتاش نجم نحكيو على خلافات اذا كان جات العلاقه بيناتي انا وياهم ولا الكلنا مع بعضنا كانت العلاقه بينات بعضنا مقتصره يونيكمون ولا انطلقت من في مرحله تسير في النادي الافريقي نجم نقول لك وقت خلافات وكذا وكذا، ما احنا ناس ما تعرفوا بعضنا قلت لك لو من 20 سنه و15 وكل ما انت ما تنجمش تكون ثم الخلافات اللي تخلط لدرجه اللي عبد يخون عبد ولا عبد ياخذ في خاطره من عبد خاطر ما مشاش معاه في ثنيه معينه ما نظنش بالكل معنا. شكون سبب اليوم في اللي وصلوا للفريق اليوم؟ اوني توس ريسبونسابل
افيك دي دوغري، لكن الناس كلهم ريسبونسابل. واليوم ماذا بينا نكونوا عمليين وبراغماتيك. فما ان كونستا، فما ان ايتا دي ليو اليوم موجود فيه النادي الافريقي، فما وضعيه نتاع النزاعات، فما وضعيه اداريه متدهوره شويه، وفما وضعيه رياضيه ما تليقش باسمه وبتاريخ وبعراقه النادي الافريقي. لتا الى لو كونستا الى الهدف نتاعنا اليوم، سورتو كي قلت لك اللي عندنا اليوم ضيق نتاع وقت، الهدف نتاعنا هو اعاده ترتيب البيت وانقاذ ما يمكن انقاذه، تسكير مهم تحميل المسؤوليات. المنخرطين الجمهور عنده تحميل مسؤوليه معنويه، وذايا من حق وذايا دوره. لكن ما عادش معنويه، ما عادش مليارات. امشي جيك من بعد ثم جلسه عامه واللي هي اكيد معناها مع جلسه عامه ما نحكيش انتخابيه هذايا خاطر، لكن تقييميه، جلسه عامه اذا ما تكون موجوده تقييميه، ونتخيل المنخرطين عندهم دور وعندهم راي وعندهم كلمه في العمليات نتاع المحاسبه وتحمل المسؤوليات. نبداو منين بدات الحكايه؟ سليم الرياحي شنو هو دوره في الوصول للفريق اليوم؟ بطبيعه الحال اذا كان ثم قضايا معناتها كيترين من وقتها، ثم دي دوسي ما تسكروش من وقتها، ثم دي جوار معناتها دي روبتور دو كونترا صاروا من وقتها وما تمش معناها ما صاروش لي ريزيلياسيون دو كونترا اون بوني دو فورم، نجر عنهم بيان اونتوندو دي ديت وشكايات ودي زانتيري دو روتار وكل دونك فوالا. معناتها عبد السلام اليونسي كيف كيف؟ فما تواصل بيناتكم ولا حتى اتصال ما صارش؟ انا لا بقيت اعضاء الهيئه ما نعرفش. انا لا بقيت اعضاء القائمه نقصد. انا لا باقي ما نعرفش. ما عرفش تخموا في قضايا مثلا جزائيه ضد عبد السلام اليونسي؟ احنا نخموا معناها احنا نخموا اليوم حاجتين قلت لك وجو تيان افون حاجتين هذوما، هو النزاعات، اعاده ترتيب البيت اداريا وتحسين الوضعيه الرياضيه تاع النادي. باش تكون ثم جلسه عامه وباش تكون ثم منخرطين في الجلسه العامه، المنخرطين اللي باش يقولوا عليه احنا مطالبين باش نعملوه. ما ثماش معناتها سي با دي شوا، هذوما حاجات راهو نجم نقول لك اليوم في الوضعيه الحاليه وبالشعبويه الكل يقول لك اي وباش نعملوه. انت منخرط؟ انت واحد منخرط، شنو رايك في الموضوع؟ خاطر صار كوارث ماليه كي تشوف القضيه نتاع الكاميرونيين والا ما نعرفش هم لاعبين اخرين ما نعرفش حتى اساميهم. كاميروني ظهر لي سيتي. انا مره في 2017 تسالت في حصه الفزايه، قال لي انت مع المحاسبه وكذا وكذا، قلت له انا مع، قال لي لا ما كنتش ملك، قلت له مع، قلت مع بلغه اخرى، اذا كان ثم حاجه علي انا خليه يشكي. دونك ما عنديش مشكل اذا ثم حاجه على غيري خليه يشكي بالمنطق هذا. دونك اللي عمل حاجه فريمون تسببت، اذا كان ثم ديزيرور دابريسياسيون نقولوا معناتها عادي، معناتها بتاع تقييم بتاع حاجه، واحد غلط سبحان الله جينا اليوم نقيم اللي كون الملاعب هذا نجم ينفعني في الاخر ما ينفعنيش. ماهوش تقييم كي تشوف الملاعب ميم با هبط للتيران. هذه حاجه، لكن كي تخلط كي ترتقي المستوى كيما الملف مثلا تاع الكاميرونيين بار اكزومبل، اخطر شويه من كونه ذوكم يلزم تحميل فيه مسؤوليات واضحه مثلا، خاطر هذاك الموضوع ماتش فيرونا فلوس العلم بالضبط هذوما الكل شنو صار فيهم بالضبط. ماتش فيرونا الدوسي نتاع الكاميرونيين كافه القضايا معناتها يلزم تحميل مسؤوليات بالاسامي اذا كان ثم ناس غلطت، اذا كان صاروا اغلاط دابريسياسيون هو عادي الاخطاء موجوده. إيه عادي باش تغلط في الكتاب نجح ما نجحش حاجه اخرى، لكن اخطاء اداريه كما قلت لك معناتها ما اجراءات ريبتور دو كونترا ريزيليسيون دو كونترا ما تصيرش بالقد وتتكرر. وهذا الوضعيه في الكاميرونيين. لا الوضعيه الكاميرونيين اخطر من هذايا. اي موجود حتى ريزيليسيون كونترا بالغلط. اخطر برشا اخطر برشا معناتها نحكيو على كلام اكبر ما نحبش نقوله، لكن اخطر برشا فهمت، فما فيها معناتها العادي والطبيعي والمنطقي كونه باش يكون في تحميل مسؤوليات معناتها. عندكم استراتيجيه للبوتيك؟ في الوقت الحالي سبب مشاكل برشا الجمهور الافريقي قلق من حقه يلزم كل دوسي. شوف يلزم كل ملفات عندك في يدك بور بيان سيكسبريمي وباش تعطي خارطه نتاع طريق الواضحه والصحيحه للجمهور، لكن القضايا كما قلت لك العالقه معروفه معناها ماناش باش نجيبوا حاجات معناتها واضحين معناتها الدوسيات الشائكه واللي مقلقه جماهير واللي حسب راينا وحسب جماهير النادي الافريقي اللي هما معطلين شويه الكلوب افريكان معروفين معناها الديبلوكاج نتاعهم هو من الاهداف معناتها بتاع الناس الكل بتاع تولي كلوبيست مش بتاعنا احنا باش نحاولوا يكون عندنا نفس الاهداف اللي يداولوا فيها جماهير النادي الافريقي، لكن بطريقه باش تكون صارمه شويه، بطريقه باش تكون نحاولوا باش تكون مهيكله باش تكون منظمه، مش باش تكون بتاع شعبويه، باش تكون باش نحاولوا نكونوا عندنا عندي سكور ترونسبارون خاصه في الارقام الماليه كو سوسوا كما قلت لك في النزاعات في المصاريف وخاصه في المداخيل.
هما ذوما هما لي بوان كريتيك اللي يعطيو ثقه ويفقدوا ثقه في عباد تخدم. اذا كان اليوم مثلا شفنا في الاشهر القادمه الفارطه اللي كونوا مثلا هبطت بار اكزومبل هاوش دخل نادي الفريق الكل، كان من الاجدر من الاسهل كي تصحح كونترا دو سبونسور تعلن عليه تقول هاوش دخلوا هاو كذا ما تخسر حتى شيء سكوب تقص الثنايا الكل. لا تابو عندنا منظور هذا في تونس. هذا شنو نحكي لك؟ لا وما في حتى مشكل، شنو المشكل اذا صحت كونترا سبونسور مع شركه اكس هاو لي كلوز دو كونترا دو نتاع هاو هاو ما لنا وما علينا هاو قداش الدور نتاعو هاو وقتاش ناخذوا فلوسها وقتاش ما ناخذوش. ملي كونترا ايضا الاكاديميات الكعكي هذا الجديد عندكم فكره عليه ولا ما عندناش فكره عليه؟ عندنا فكره بيان سور اللي ثم موضوع شائك في الموضوع في العمليه هذه لكن من الملفات اللي باش تفتح معناها اكيد فهمت. شنو موقفكم من مكونات النادي مثلا موفمون سوسيو تحالف الليغ اليونسي كان رافضهم ال تنجمش تكون رافض عباد تعاون فيك راه باش تعاون فيك تعاون في النادي الافريقي تنجمش تكون رافض فهمتني تقول لي انت طلع ينجم في الكلوب لا في الاخر ما نجمش خاطر في الاخر 6 مليارات شكون لمهم مع بيان سور الجمهور لكن نحبوا ناكلوا معناتها المكونات تاع النادي معناها كانت عندها دور في التاطير كانت عندها دور في الكورديناسيون فهمت شوف اليوم الهدف اللي كان الامور كلها تتنظم هذوما مكونات تاع النادي عناصر فاعله في النادي الافريقي حتى الجماهير والخلايا معناها تشوف معناها معناتها لو ناس تجيب لك 10000 دينار و 20000 دينار في اسبوع وكل سيكو ناس معناتها منظمه وقادره باش تعاون النادي الافريقي انت يلزمك تكون عندك الشفافيه ولا بون كوميونيكاسيون معاهم باش تحطهم في منظومه النادي الافريقي ككل مش في منظومه هيئه مديره في منظومه النادي الافريقي بطريقه منظمه كل واحد يعرف ما له هو ما عليه كل واحد الدور نتاعه فهمني وذوما زاد من الحاجات اللي طالب بهم جمهور النادي الافريقي ككل ما تنجمش تجي اليوم انت المنظومه قاعده تعاون في النادي الافريقي مكونات النادي تعاون في النادي الافريقي كو سوا في الانفراستركتور كو سوا في الامن الفلوس كو سوا بالمورال كو سوا بالستاتيو فيسبوك ما تعاون فهمت ولا بالبيانات ما تنجمش تقول لا هذا ماهيش تبعتني وماهيش تعاون فيا وكل ما تمناش في المنطقه نتاع شكون تبعني وشكون لا في المنطقه نتاع فما اهداف واضحه عن جماهير النادي الافريقي ما ثماش علاش باش احنا نجيو من تالي يقولوا لا فما هدف اخر، الهدف واضح على جماهير النادي الافريقي وذاك هما اللي باش يصيروا بحق. الكونترا نتاع قيس اليعقوبي كيف تحكي عليه في المده الاخيره، هل صحيح انه كاين نجم ياخذ 560 مليون؟ انت تسال في سوبر عندك معلومه اكثر مني، كما قلت لك دوسيات خاطر بحكم مش عارف، لكن اللي نعرف اللي هو حسب المعلومه اللي عندي اللي هو الكونترا بعام ونصف. مصح مريقل معناها الكونترا. في بالي هكايا. مصح مريكو بس ما يخش اوتوريزاسيون باش يقعد على البنك تاع النادي الافريقي معناها في بالي سيت ان كونترا اللي يظل الجراي نتاعو فيه في 30 ولا 25 من 10 بالضبط وتحصل على 30 مليون هذا المعلومه اللي عندي باهي اعتبرها اهانه هو الطريقه نتاع التخلي عليه عاش كان سمعته في موزايك يتكلم لا ما سمعتوش في موزايك يتكلم لكن بون سمعت شفت فيديو وقت اللي هو يتحدث مع الملاعبيه عجبني الديسكور هذاك يتحدث مع الملاعبيه لكن في اذاعات اخرى ما سمعتوش في موزايك للامانه ما سمعتوش مش حاجه ما وتاتش تبقى اللي تنجم تفهمه ابريتو اسم سي قيس اليعقوبي سواء كونترينور ولا ابن النادي الافريقي قبل كل شيء ولاعب سابق معناتها محترم ومهم جدا في تاريخ النادي الافريقي ما تنجم تفهمه يقعد ديما ولد الكلوب معناتها مش انا باش نقول اكبر مني وقت مني قيس وقبلي وكل شيء فهمت لكن النجم نتفاهم وهو بيتو زاد متفاهم الوضعيه نتخيل تبع البرنامج هذا انا البرنامج هذا بيان سور نتبع فيه شو الغدره هذه السؤال نتبع بالكدا تبع لي روبريك نتبع هاي تلعب معنا نلعب لوكويز كويز مجموعة من الأسئلة يا رشيد ما تخممش برشا خلينا نبدلوا الجو أعطينا الإجابات نتاعك شكون تعتبر اليوم أحسن لاعب تونسي؟ أحسن لاعب تونسي اليوم في البطولة التونسية ولا في المنتخب؟ تونسي تونسي عنده جنسية تونسية ليس خيري أفضل لاعب في تاريخ تونس خلقته تونس نعطيك بالعاطفة لا بالمنطق عطوق هذا المنطق من العاطفة شنو؟ أفضل لاعب في الكلوب تاعو افضل ملاعبي في الكلوب تاعو ما نجمش نعطيني ملاعبي في الكلوب تاعو ما نجمش نعطيك ملاعبي في الكلوب تاعو كلهم مشبهين كلهم لا با دو تو بالعكس كلهم نحبهم وكلهم يقوموا بالدور نتاعهم يقعد ديما لوفيبل معناتها الوسام معناها وسام يستحق وسام استحقاق معناتها مش حتى كيف السنه معناتها اون دون دو سي شويه لو روندمون نتاعو لكن وسام استحقاق على الفولونتي وعلى الكوراج وعلى الانرجي نتاعو لكن كلهم نحبهم على جوله الكلوب بالنسبه لي ثماش كي بداوا يلعبوا ثماش واحد خير من الاخر اعطيني ملاعبي من الشامبيونات تحب تجيبه للكلوب ملاعبي من الشامبيونات معناته يكون موجود في الكلوب
في الوقت الحالي. يعجبك زاد كيف كيف فيها شويه عاطفه، كنت اتمنى كان جاي مراد موجود في المجموعه هذه. مراد الهيفي باش يجي؟ لا كنت نتمنى انا تشيد الزمرلي كونه مراد يكون موجود. انا نعرف منتصر يحب برشا مراد الهيفي ويحب يجيبه للكلوب ان شاء الله بوركوا با. سمعتها من عندك انت تو ان شاء الله بوركوا با، وربي يوفقه هو في المسيره نتاعو تو. شكون اقرب لاعب ليك في النادي الافريقي اون جينيرال؟ لاعب قريب لك؟ والله ما عنديش واحد معناتها برينسيبالمون، برشا معناتها نحترمهم ونحبهم وصحابي. ما نعرفش في الموجودين توا معناتها خليل، خليل احمد خليل، عاطف، زهير، سي بون سي بون سي بون. ملاعبي كان نجم يعمل مسيره خير من اللي عملها تونسي ملاعبي بسام الصرافي ومراد الهذل مثل كاول اون برانسيب. زوز ملاعبي هذوما حقهم توا في ستاتيو اخر تاع كوره بحكم البوتنسيال الكبير اللي موجود عندهم. شكون تعتبره احسن مدرب تونسي؟ احسن مدرب تونسي اي بالتاريخ؟ لا اليوم 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 تاريخ تو نجيك من بعد التاريخ. اليوم احسن مدرب تونسي معناتها كما نقولش منتصر مشكل نحيو منتصر من اللعبه نحيو منتصر خويا وصاحبي ذاك نحيو منتصر. احسن مدرب اليوم في الساحه، احسن مدرب اليوم في الساحه. رفعت عليك الاحراج انت؟ لا لا انا يعني رفعت على روحي باش نكل لك برشا وقت ما جانيش البالي باش نجاوبك على الاجابه هذه. يعطيني في تاريخ تونس وارجع لي شويه. في تاريخ تونس شتالي وتو اسو بوان صعيبه والله. لا خاطر تبارك الله ثم برشا كي سعودي بيبي. اعطيني واحد هكا واحد هكا والله باش نعطيك واحد هكا باش نظلم عباد اخرى ما نحبش. فوزي بن زرتي، نبيل معلول، اسعد الدريدي، اعطيني واحد اعطيني كل واحد اكي. انا مانيش فني راهو، انا عندي لابريسيون. نعرف اكثر منه ما تحبش تعطيني مدرب؟ لا ما نحبش. لا باهي ماتش يقعد في بالك ما تنساش. كلوب سي ابي 300 عادل سليمي بونتو ما تنساش. بونتو عادل اقوى جمهور لعبت ضده؟ اقوى جمهور لعبنا ضده كنادي افريقي. اقوى جمهور لعبنا ضده كنادي افريقي با. هو كي تبدا مع تعرف ديبلاسمون كلوب كلوب ولي ام سي ا عام 2017 كارد فينال كوب دو لا كاف. جمهور ام سي ا نحبه انا برشا، اما خرج من ستاد صفق على جمهور الكلوب. وفي تونس؟ في تونس في تونس كنت ديما يعجبوني الجماهير بون الجماهير الكل نحترمها نحب برشا لو سوبورتير منطق لو سوبورتير فاناتيك نحبه بصفة عامة. نحب العبد اللي تبع جمعيته واللي غيره واللي ينغر واللي بلاش دبلوماسية. لا 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 دونك جمهور جمهور في تونس هيك سميت الام سي ال برا سميت الجمهور في تونس. قلت لعبت كونتر قلت كلوب الام سي عام 2017 في تونس. في تونس والله نحترمهم كل ثم بشكون مع جمهور الكلوب معناها ما سالتكش شخص اقوى جمهور قلت لك العبد ضده العبد ضده في تونس العبد ضده في تونس. ما تشوت الكل يكونوا كي يبداو بالجمهور تكون الامبيونس مزيانه دونك تعبتني تعبتني. لا لا ما جمهور الكلوب ما نجمش نقول لك في كلاسيكو ليتوال والاسبيرونس شكون تشجع؟ شكون تحب يربح؟ في الكلاسيكو يلعبوا بعضهم انت والوضعيه نتاع البطوله. اش معناه؟ انت والوضعيه نتاع البطوله. هي كيفاش فسرت؟ تبدا تساعدني النيول يبدا يساعد الفريق النيول نقول معناه ما عندكش فريق تشجعه معاه. لا لا في السي اس اس نقولوا ليتوال كيف 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 الوضعيه نتاع النادي الافريقي هي تحتم عليا مش نشجع ما نوصلش لمرحله تشجيع ونعيط لي مش هذا مش هذا لكن نقول ريزولتا نشجع اللي ريزولتا نتاعو مش نشجع نحبذ الريزولتا يمشي في صالح النادي الافريقي. شكون احسن لاعب في العالم؟ اكتوالمون اكتوالمون انا فديت من الكومباريزون تاع ميسي وكريستيانو راه انت شكون اما هما زوز ميريت بون ميسي لي بو سيرتينمون بوكو بلو تالونتيو مي وكريستيانو سيرتينمون اكثر واحد سيريو واكثر واحد كونستون معناها فهمت دونك ما نجمش شكون تختار بيناتهم الزوز بيناتهم الزوز كنا نختار يا باشي يلعب اعطيني اسم ما عادش عندي وقت باهي ليفاندوفسكي في الوقت الحالي سهلت على فاسي رونالدو اختار ليفاندوفسكي احسن مدرب البرا انا جادور مورينو سهله البرا تفلونس تقعد عامين تجاوب البرا جادور مورينو مع بيان سور الاخرين صديقي انت جاي خام تقول زعما شنو يسال والله لا جمله والله جمله كان تيري لو كويز ميرسي لو كويز مش عندي وقت في ساعة شيد اعطيني التشكيله التاريخيه للكليوب في ليكيب تيب ليكيب تيب في ساعة ما تخممش برشا اللي خلطت عليهم انا اللي خلطت عليهم انا خلطت عليهم انت والله في حراسه المرمى ابو بكر وعادل الهمامي برجوليه واحد هز الرباعيه والاخر عمل لي ريكورد دونك ما نجمش نحط واحد ناحيه الاخر. اريد دلوقتي اللي حضرت عليهم انا في النادي الافريقي
اللي حضرت عليهم انا ديما نقوله شكري وحمزه العقربي اريير جوش. ما نجمش ما تنجمش نختار لك واحد خاطر نحكي بالكارير وباللي حضرت عليها 30 سنه تبع في الكلوب دونك ما نجمش بعد يقول لك اللي قبلهم وكل ما حضرتش عليهم انا. اي بين شكري وحمزه تخيل بين شكري وحمزه شوف زوز بالنسبه لي شكري زعلاني كانت معناتها الكارير نتاعو تكون اطول برشا شكري جاي في كونكورونس مع حاتم طرابلسي وطارق ثابت وقتها مع شكري كان ما جاتش كونكورونس هذيك راه هو عمل كارير في الكلوب ناسيونال وديرتي دو دوا باش يكون موجود في الكان 2004 شكري. حمزه الضربه وقفته شويه لكن حمزه الى فيديس انا حسب رايانا محترمين في النادي الافريقي. على اليسار شكون نحطو؟ على اليسار شكون نحطو في اللي حضرت عليهم انا كوري فوا نحب برشا وسامح حدادي دونك وسامح في الاكس سالوتا جوف ودي المغاري قدام في الوسط نمرو 6 اللي حضرت عليهم انا باو المرحوم لكن نحب سمير برشا سمير سليم ياي 6 6 سمير سمير يحيى وسمير ويحيى وسمير ويحيى ولطفي الربيس قدام عادل فوزي سمتوتي واضح سهله برشا كانت هذه ليكيب تيب ليكيب تيب يعطيك الصحه شكرا لك شيخ زملي شرفتنا بحضورك اليوم بالتوفيق ان شاء الله في الانتخابات للنادي الافريقي شكرا. كيف كانت رشحتوا انتم الا بالتوفيق للقائمه الثانيه ايضا اذا كانت رشحت القائمه الثانيه ونتمناو ان شاء الله باش نكونوا واضحين وصريحين مع جمهور النادي الافريقي بدون احلام وبدون امنيات كبيره عن اوبجيكتيف واضحين افيك توت لا ترونسبارونس بوسيبل وربي يوفق الجميع هنا مواصلين في زون ميكس باتوين استقبلوا الحكم الدولي السابق سليم بالخواص